يا جماعة الحاجات المؤسسة، يعني ايه مؤسسة؟ يعني رئيس بيجيب الناس كلها يقعد يفهم الموضوع وبالتالي يتخذ قرارات عشان وراه 70 80 مليون مستنيين القرار اللي ياخده، مش اهواء. انا بحب كذا فبعمل كذا، وانا بحبش كذا فبعمل ايه. يا جماعه الكلام ده، ومحدش بياخد قرارات متسرعه. النادي الاهلي، انا على فكره مفيش مانع ان احنا نتعلم، مفيش مانع ان احنا نتعلم. انا قلت لحضراتكم قبل كده وعملنا الحلقه دي قبل كده، قلت لكم يا جماعه ادي اللائحه اهي، وجبت لكم اللائحه والكلام اللي كان بيحصل قبل كده والكلام اللي حصل بعد كده. فالامور كلها واضحه. وانا قلت في كلامي في الاول بيان النادي الاهلي واضح وصريح، بيان النادي الاهلي واضح وصريح. اول كلمتين، اول كلمتين النادي الاهلي قال ايه، او بيان النادي الاهلي قال ايه؟ النادي الاهلي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم. يعني ايه الكلمتين دول يا جماعه؟ هو حضراتكم، انا عارف ان جمهور النادي الاهلي فاهم هذا الموضوع، لكن انا بتكلم على من لا يشجع النادي الاهلي. يعني ايه لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم؟ لانه لو حد من لاعيبه النادي الاهلي اخطا، صدقوني سيتم عقابه اقصى عقاب، اكتر من الاتحاد اللي حصل. عشان كده كابتن خطيب عمل ايه؟ اجتمع مع الاستاذ خالد درندلي رئيس البعثه وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، عشان كده عشان يعرف ايه اللي حصل. هو شاف في حاجات شافها، وفي حاجات مش كانتش باينه، في حاجات حصلت في الممر، في الاوضه، في البتاع، مش عارف ايه. فلازم يعرف كابتن خطيب المبادئ النادي الاهلي بتقول كده، وتاريخ النادي الاهلي بتقول كده، ان لازم نعرف كل الحقائق عشان نقدر نطلع بقرار، مش اي كلام وخلاص، مش كلمتين بنقولهم وخلاص. واحد بيشتم في مصر كلها، في مصر كلها، في مسؤولين في كرة القدم يعني كلهم، ومحدش بيعاقبه، ومحدش بيتكلم معاه، وبيشحن كل الناس، بيشحن كل الناس على بعض. احنا عمرنا ياما لعبنا مباريات اهلي وزمالك، ايه اللي حصل؟ اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ايه اللي حصل؟ هو الاخ شيكابالا بيعمل كده ليه؟ هو عبد الله جمعه بيعمل كده ليه؟ نفسي افهم كيف وصل الحال بلاعيبه نادي الزمالك ان هم يعملوا كده. لكن هيظل دائما النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفينه، زي ما بتكلم معاكم كده، انا بحاول افسر لكم الموضوع واحده واحده وانا مع حضراتكم. فبرضو كلام مهم جدا جدا بنقوله. طيب خلينا نروح لنقدنا الرياضي الاستاذ علاء عزت، نقدنا الرياضي.